يا هلا ومرحبا بالجميع على قناتكم، قناة أحدث صيحات الموضة العالمية والإكسسوارات والأفكار والنصائح المفيدة والجيدة في الموضة أربي فاشن موديل. مع تقديم موديلات ونماذج فساتين الصيف وغيرها الكثير للمقاسات الكبيرة، وأيضا أفكار ونصائح جيدة ومفيدة في الموضة للحصول على إطلالة وأكثر أناقة. أفكار ونصائح الجوارب الطويلة في الموضة، لا تتخلي خلال فصل الخريف والشتاء عن ارتداء الجوارب الطويلة أسفل التنانير والفساتين القصيرة أيضا، فهي ستمنحك ساقيك من البرودة والطقس وكذلك من الجفاف الذي تتعرض له البشرة نتيجة الهواء البارد. فقط احرصي على ترطيب ساقيك جيدا قبل ارتداء الجوارب. والأحذية ذات الرقبة الطويلة أو البوت هي أيضا من القطع التي يمكن ارتدائها مع الفساتين خلال الخريف والشتاء أيضا لإطلالة جيدة وجذابة.